وقت اللي تجي الطيارة نحن هون، نحن هون في البيت ما طلعنا أبدا، ما بنطلع ولم نطلع. وإذا بتروح كل ضيعتنا نحن ما بنحسن نطلع. ليش؟ لأنه هالحرمي عارضي وما بنقدر ندشها. بعد ما عمل الأكل أسيدي بجيب لها بطعميها، يعني الغداء كمان بروح بشتري لحمات وما بطعميها غير اللحم والبيض. قال من شان تتقوى؟ ما بتتقوى، بقى إيش بدي يطلع مني؟ كبيني في العمر، كبيني في العمر صارت عجوز.